واحد بيتعلم من خطأه مرة بيكرر الخطأ تاني مرة، انت 12 مرة نجوى. والله انا ما اتجوزتش 12 مرة. وليه الـ انا مش بعمل ايه في السوشيال ميديا ده اللي بتموت الناس؟ ده في ناس بتموتهم بيرحلوا وهم حيين. العدد الحقيقي كام؟ العدد المظبوط الحقيقي؟ الحقيقي لراغدة؟ لراغدة لقلنا اخر واحد عرفي وخمسة شرعي. واحد عرفي وخمسة شرعي فعلا. من الخمسة دول أو مش عارفة لو كنا فينا نحطهم ضمن الاختبار، لو رجع بيك الزمن لورا تختاري واحد منهم تقولي حامل المستحيل عشان أحافظ عليه؟ بس رحل الله يرحمه. مين؟ أحمد فؤاد حسن. أحمد فؤاد كان حسن كان أب وأخ وزوج وأسرة وبيدي الإنسان دفعة للعمل، ثقافة، كل حاجة. كل حاجة كل حاجة الله يرحمه. انت قصرت معاه نجوى؟ لا انا ما قصرتش معاه، بس هو حب ينجب مني، وكان في الوقت ده الكلام ده بقاله سنين، 35 37 سنة. انا ما كنتش اقدر اخلف واقعد في البيت سنة عشان اجيب طفل. اندمت على قرارك ده؟ بعد قد ايه حسيتي انه بالندم ده؟ يعني بالوحدة اللي انا عايشة فيها دلوقتي ندمانة ان يعني كان لازم اجيب طفل او طفلين يونسوني في حياتي. وبرجع تاني الاقي في احداث، ما فيش اسره، حتى لو عندي اولاد ما فقداهم، ما انت ما هماش جنبك، مش حنينين عليك، ما فيش عطاء منهم. لا ما بيرضى الانسان بنصيبه. خلاص انا رضيت بالواقع وخضعت للي انا فيه. صح. طيب لو حنقارن ما بين الامس وما بين اليوم، لسه الارتباط من راقصه بيخوف بعض الناس او بيقلق بعض الناس؟ والله زمان ما كانش بيقلق. ما كانش بيقلق بزياده اكتر. بيقلق الاسره. يعني انا مثلا اسرتي ما يعرفوش حاجه فن، اسمها الفن ده اسمه ايه؟ ما يعرفوش حاجه اسمها فن. كان قلقهم ان انا انتميت للفن. انما حاليا يقلق شويه. ليه؟ لان في خليط من الراقصات يعني بيوصلوا المتفرج او اللي بيشوف لموقف مش حلو. يعني دي انا لو اتجوزتها دي هتخني اكيد، لان هي مش محترمه على المسرح، حركتها مش يعني. هن شوهوا صورة الراقصة، شوهوها بشكل فظيع جدا بالزي وبالحركة وبكله، لأن الرقص الشرقي والرقص الاستعراضي محترمين قوي وحلوين قوي ومن حضارة العرب. يعني القاهرة الفراعنة كلهم أصلهم كانوا بيعملوا الجنازات بالرقص، أفراحهم بالرقص، صلوات بالرقص، مش عارفة إيه. يعني ما كانش في حاجه اسمها عيب، لا رقاصه مش ما. وبعدين عندي كان تحيه كاريوكا، اوعي تنسي ان هي عملت احترام للراقصه في المجتمع. هي اللي دخلت البيوت ودخلت السياسه ودخلت ست كانت محترمه جدا الله يرحمها، ورفعت من شاننا كلنا. يعني انا طبعا مش من جيلها، لكن رفعت من شان المهنه نفسها. لغاية ما وصلنا لتدهور، يمكن تدهور الأوكرانيات والروسيات لا نجوى. ناخد فاصل إعلاني ونعود لنستكمل حلقتنا بعد الفاصل فوق وتحت. تحت عنوان المحطة التالية نجوى، حنشوف مجموعة من الشخصيات والصور. حنشوف الشخصية اللي حتختاريها يا ترفعيها لسابع سما يا حتنزليها سابع أرض. أوكي.